هذا الصباح المميز حيث شاهدنا بيه في الشوط الماضي لمحمد بن حمدان الحبسي، تهانينا وناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم متابعينا الأعزاء، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا، وشوطنا السابع يسير بحفظ من الله وتوفيق، يحمل منافسات الإبكار مباشرة إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، إلى مقدمة، إلى دائرة سلهودة، ناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري ياتي على المركز الأول، بينما أسياد بالمركز الثاني لمبارك بن عامر بن سعيد الغفيلي، ثالثا طرف هاشة لسالم بن علي بن سعيد المزروعي، رابع المراكز هناك مع الأداء الجميل والانطلاق المتميز والتحركات الرائعة، هنا وصل الدوامة لطاهر بن ناصر بن سعد البطحري، وصل بالأسطورة، يتقدم في هذه اللحظات مقدما لشعاره ممثلا لأبناء الشويمية في هذا الملتقى، في هذه الانطلاقات عاصمة الميادين التي ترحب الجميع. هنا وصلنا إلى الكيلو الأخير، من وصل وتحرك وتقدم واتى المركز الخامس، هذه هي هناك القادمة ادنك لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن شامس الوهيبي، وتحركت الوثبة لسالم بن صالح بن عامر الصيعري، ياتي بهذا المستوى وبهذا الانطلاق الجميل، لكن دوامة دوامة لطاهر بن ناصر بن سعد البطحري يتصدر المشهد، يتصدر الأداء الكبير والتحدي المميز، روح يا أبو الأسطورة روح، لكن القادمين هناك شواهين وصلت لراشد بن حمد بن خميس البطيني، يتسلل مباشرة إلى المركز الأول، أهالي سيح الرمث يقدمون الجديد هنا بالأداء المفيد، هنا راعي طموح يسير نحو الانتصار ونحو الفوز هنا بالأداء الكبير، إذا شواهين هي البطلة لراشد بن حمد بن خميس البطينية، سلام جعلان سلام، سلام سحر سلام، بالأداء الأخير بالأداء المميز كفيت ووفيت يا راعي طموح بالأداء الكبير، إذا تهانينا لمالك شواهين راشد بن حمد بن خميس البطيني على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني هنا دوامة لطاهر بن ناصر بن سعد البطحري، ثالثا هنا طرفاشه لسالم بن علي بن سعيد المزروعي، رابعا دنوك لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن شامس الوهيبي، المركز الخامس كانت حاضره بالمركز الخامس مقنعه لسيف بن ضاحي بن سيف الرميثي، لكن نعود الى شواهين، الى ادائها الكبير وتحدياتها المميزه، من اتت من ميدان سيح الرمث هناك بالسلطنة، أدت بالعرض الرائع الجميل المميز، شكرا لمالكها مالك شواهين من رافقها بالأداء راشد بن حمد بن خميس البطيني، سلام على هذا الأداء الكبير والتحدي المميز. التوقيت الزمني هنا دقيقتين 51 ثانية، جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني المرافق لهذا الأداء ولحظات وصولها وانتزاعها المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا دقيقتين 54 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية اللي هي دوامة لطاهر بن ناصر بن سعد البطحري، من أتى بالمركز الثاني تهانينا والناموس، وأداء مميز يا أبو الأسطورة، شكرا لك على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الأداء المميز، شكرا أيضا عبد الله بن نافع البطحري. بينما المركز الثالث هنا دقيقتين 55 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، من حصل على المركز الثالث اللي هي طرفاشة، هنا كانت لسالم بن علي بن سعيد المزروعي، تهانينا والناموس على هذا الأداء.